تناول اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة أحمد الحشاني بقصر الحكومة بالقصبة برئيسة البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية أوديل رينو باسو سبل تعزيز الشراكة مع البنك في المجالات ذات الأولوية الوطنية على غرار الطاقات المتجددة والأمن الغذائي، إلى جانب سبل تحسين مناخ الأعمال والتشجيع على الاستثمار والتجديد للمؤسسات الصغرى والمتوسطة. وثمن رئيس الحكومة بالمناسبة التعاون المثمر بين تونس والبنك في مجالات متعددة، وخاصة منها المتعلقة بدعم المنشآت العمومية للمزيد من النجاعة وتحسينا لحوكمتها وقدرتها التنافسية. من جهتها نوهت رئيسة البنك بمستوى التعاون القائم، مؤكدة أن لقاءاتها مع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تأتي ضمن سلسلة من المشاورات الثنائية لتمويل المشاريع ذات الأولوية في القطاعين العام والخاص. اللقاءات مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء كانت مثمرة جدا من أجل تحديد الأولويات والنظر كذلك في كيفية المساهمة في أجندة تطوير البلاد. وواحد من المشاريع التي نعمل عليها معا هو دعم ديوان الحبوب التونسي، وسنواصل العمل مع السلطة التونسية وحرفائنا في البلاد من أجل تقدم وازدهار الاقتصاد وكل ما يعود بالفائدة على المواطنين.